والدي أفطر في إحدى السنوات شهر رمضان بسبب عمل شاق كان يمارسه ولم يقضه بعد ذلك إلى أن بلغ عمره الآن 90 سنة تقريبا، ومع أنه حريص على الصيام الواجب والتطوع إلا أنه لم يقضي ذلك الشهر، فهل يكفي هذا الصوم التطوع عن القضاء أم لابد من صيام شهر كامل بنية القضاء؟ ومع عجزه وكبر سنه الآن، فهل يكفي أن يكفر إن كان لا يستطيع الصيام؟ وما مقدار الكفارة؟ تأخيره القضاء إلى هذا السن هذا خطأ كبير، لأن القضاء دين في ذمته، يجب عليه أن يبادر به ويفرغ ذمته منه. أما أن يترك القضاء هذه المدة الطويلة حتى بلغ هذه السن وصار لا يستطيع الصيام، فإنه قد أساء في ذلك وفرط، إلا أن يكون معذورا عذرا شرعيا في هذا التأخير. وعلى كل حال، إن كان يستطيع القضاء الآن وجب عليه أن يقضي هذا الصيام، ومع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا لأجل التأخير. إذا كان يستطيع فإنه يجب عليه أمران: قضاء الأيام التي أفطرها، وإطعام مسكين عن كل يوم، يعني يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد. وإذا كان يعجز عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام، إذا كان بلغ به السن حدا يعجز معه عن الصيام فإنه يكفيه الإطعام عن القضاء، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم.